ميرا بتلعب دور شروات أول مرة. ميرا بدور شروات رابع مرة. ألو أنا شروات، مستر هايسون معايا؟ أنا فيري هابي إني بكلم حضرتك النهاردة، ممكن أخد فرفوتة من التايم بتاعك؟ ممكن أخد أنا فرفوتة؟ أو بليز ما تكسفنيش، ولا البعاد مش مناسب. أكلمك في وقت تاني؟ طب إمتى؟ ولا تخليها دلوقتي؟ يا مستر هايسون أنا مش هعطلك كتير، هي دوب محتاجة only one minute، حضرتك مش هتندم على فكرة. انزلي من على ودن الأستاذ هايسون شوية وخليكي معايا. أو بليف نوت، أنت كده بتشوشر عليا، مش عارفة أشوف شغلي. طب ما تزقيش. يا مستر هايسون عايزة الحق أقول لك الأفر قبل ما حد تاني يركب على الخط. أوبا. عندي فرصة كبيرة علشانك. فرصة؟ يعني شانس. هتدفع معنا 500 جنيه في السنة ونشترك لك في السيستم الورش. يا بلاش. وده بيدي لك ديسكاونت فوري 5% على المشروبات السخنة في مطعم باسالينا إيطاليانو. أنا مستر هايسون، أو تدفع معنا 700 جنيه في السنة ونشترك لك في السيستم البامبي، وده بيدي لك 10% ديسكاونت فوري على الجيلاتي بالفانيليا بكافيه حمادة. وده طبعا غير الفوتشرات، عندنا الفوتشرات حكاية. استنى بس شوية مستر هايسون. أخش أنا طيب؟ هدي لك منهم 10، كل واحدة بأكلة فراخ مشوية، صدرين ودبوسة. اختار إجابة واحدة للفزورة الأولى. اسم المهنة إيه؟ 1. هل هي موظفة استقبال؟ 2. هل هي بياعة كلام؟ 3. هل هي موظفة تيلي سيلز؟ اختار إجابة واحدة واستنى الفزورة التانية بعد الفاصل علشان تبعت التلات. مرور كاملة فضل. ميمي بتعمل فزورة الاستعراض تاني مرة. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Mais lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. اختار إجابة واحدة للفزورة التانية. الرقصة الشعبية منين؟ 1.
هل الرقصة دي من فرنسا؟ 2. هل الرقصة دي من أفغانستان؟ 3. هل الرقصة دي من القطب الشمالي؟ اختار إجابة واحدة. ميمة بتعمل فزورة الإعلانات 3 مرة. اختار إجابة واحدة للفزورة الثالثة. نوع المنتج ايه؟ 1. هل هو إعلان يخوت؟ 2. هل هو إعلان سيارات نقل؟ 3. هل هو إعلان معدات غوص؟ اختار إجابة واحدة وابعت إجابة الثلاث فوازير على الأرقام التالية أو ارسل رسالة SMS